نور، في مريم نور tv.com، وفي مريم نور على اليوتيوب، كل اللي حكيتهم وكلهم لهم الزوم. إذا بتعيش لا إله إلا الله بتشيلها كلمة الكلمة الله الله له. بس بدنا علم، ما عنا العلم، عنا القلقلة والعنعنة، وبصيروا بتبعثوا لي القرآن كله بهيدي الكلمات وهذه الكلمات بقراهم، ما في شيء يعني بكبه. لازم تبعتوها للناس، لازم تبعتوها للعنة الله والرسول. شو معنات لعنة الله والرسول؟ بتعرفوها يا حبيب قلبي؟ إذا بتعرفوها تحترموها. تكريم الإنسان كرم الرسول، وأنت كل صاحب رسالة. نعم، دعوة المظلوم ولعنة المظلوم، وحسبي الله ونعم الوكيل. فإذا اليوم حلو كتير نتعرف على هالجمال والجلال والكرم اللي موجود في علماء يلي مع الأنبياء والأولياء. جيم هامبل بيموت جسديا مثل كل جسد، وجسمه هين كمان. كتير من الناس اليوم فيها تعيش على مركبة من نور، مارلياس، سيدنا الخضر كتار. فإذا في هيدا حقيقة وهيدا حقيقة، ما في دخان بلا نار. يا هيدي كذبة، هيدي خرافة، لأنه خرافة كان يحكي من غير كوكب ومن غير عالم، مثل الجبار ما كان يحكي لغة الدنيا. هون إجا جايب لغته معه، جرب. هلأ بنعمل جبرش. هو ولي كبير ولكن شافوا منه كرامات انتبه، وفي مثله كتير بهالكرة الأرضية. عم بتبلش الكنيسة تفهم إنه هيدا مسيح، ما بيقدر يلبس ثيابه، ضلوا عريان من هو صغير، سكتوا، بس بعدين صار عمره 10 سنين، بعدين 12 14. هل لون الخوري هيدا لون مسيح على الأرض معنا؟ اتركوا بس يمرق. أعطى إشارات، زهرت الشجرة، مش الكرسح والأعمى، أعطاهم إشارة حتى يعرفوا إنه البشارة إشارة. ما قدر، ما بنفهم ليش. أنا رحت وشفت، ما بتفهم، ما فيك تفهم، ما بقى عندك الفكر، بيوقف فكرك بس تكون حده. You are no more إلا ترجع على الفكر لحظة، سميها أورغان. يا الله، لحظة توافق وانسجام مع العشاق. ما بقى في فكر، no mind, mindfulness. هو أهل الذكر قال لهم أزعزتوا من شيء، فاطلبوا من أهل الذكر على منابر من نور في لحظة القيامة. كل لحظة موت قيامة، موت قيامة. فإذا هالعلماء موجودين، إذا أنت بدك إياهم بتفتش عليهم. هيدا الحج، هيدا اللي بتشوفه. والله ما حج إلا ناقتي وأنا وأعربي ضجيج. بدنا العلم. بعدني وحدي على كل هالمحطات، المنحطة وبزري وحدة بتخدر الدنيا. فوتوا على المواقع وبتستجوا تلفنوا، بتجوا على لبنان. ومثل ما قلنا بدنا نعيش بالصدقات، مش أقل من الخلفاء. هذا كان خلافي مع كل اللي عشناه. ما بدنا نتعود، عالجوا مرضى، قم بالصدقة. بس انت بكون حلال بحلال. وين ما بيروحوا العرب ما بقى حدا يوثق فينا ابدا. شفتوا عم بيصير باوروبا وبامريكا، وانا معه، لان ما شافوا من الاسلام ومن العرب الا الارهاب، والعربي ابره ما عم ياخذها. فاذا نحن يلي ما عنا الا السلام بالفطره، خلينا نشارك الفطرة لو كانت خطرة. الموقع موجود، إن شاء الله كلنا بنوقع ونرتفع بالوجود.